مرحبا بكم إلى عدد جديد من إكسترا نيوز لليوم. مر عامان على رحيل دييغو مارادونا، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم إن لم يكن الأفضل على الإطلاق. اليوم قضيته تعود إلى الواجهة. مارادونا الذي توفي في 25 من نوفمبر من عام 2020 بسبب أزمة في القلب والجهاز التنفسي، وفقا للمحققين ارتكبت أخطاء طبية فادحة أدت إلى وفاته. النيابة العامة في الأرجنتين تتهم بوضوح الطاقم الطبي المشرف على صحة النجم الأرجنتيني أنهم كانوا أبطال استشفاء منزلي غير مسبوق، وارتكبوا سلسلة ارتجالات وأخطاء إدارة وتقصير. ومن المقرر أن يخضع 8 من العاملين في المجال الطبي للمحاكمة بتهمة الإهمال والقتل غير المتعمد، ويمكن أن تصل عقوبة الجريمة إلى السجن من 8 إلى 25 عاما وفقا لقانون العقوبات الأرجنتينية الذي لم يحدد بعد موعد المحاكمة. خلال النصف الثاني من مسيرته، مارادونا عانى من إدمان الكوكايين وحوظر لمدة 15 شهرا بعد أن أثبتت التحاليل الطبية ذلك عام 91 900 ألف. ولن ينكر حتى أكثر مؤيديه الضرر الذي ألحقته سنوات من الإدمان بجسده أو الأثار المنهكة لجراحة الدماغ المرهقة التي تعرض لها، لكن الشعور بأن النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 60 عاما فقط رحل مبكرا لم يفارق محبيه. فعلى الرغم من رحيل مبكر، محاكمة الفريق الطبي بالنسبة لمحبيه على الأقل توفر لهم إجابات بشأن الظروف الدقيقة التي اكتنفت وفاة أحد أعظم أبناء الأرجنتين. ختم إكسترا نيوز، إلى اللقاء. Y arriba y arriba.